السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. أنا أحمد عاطف، وإن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف شوية، موضوع بيؤرق كثيرا من أولياء الأمور والطلبة، اللي هو إزاي أنا أذاكر في ظل النظام الجديد، وإيه هي ملامح النظام الجديد زي ما هو واضح في عنوان الفيديو. فإن شاء الله في فيديو النهاردة هنبدأ نحط خطة هنمشي عليها بالنسبة للطلاب وبالنسبة لأولياء الأمور. وعشان نكون واضحين والأمور معانا تمشي سهلة وبسيطة كده، تعالوا نحدد الفيديو ده مخصص لمين. الفيديو ده مخصص لجميع طلاب المراحل التعليمية وبخاصة طلاب الثانوية العامة. الفيديو ده من خلال المعلومات اللي فيها تقدر تبني ثقة في نفسك وتبدأ تحدد الهدف اللي انت إن شاء الله من خلاله هتتعلم وتتعب طول السنة. طبعا في البداية كده تعالوا نتفق على شيء، ان التعليم هو سر تقدم اي دولة. تعالوا كده نبص على الدول المتقدمة سواء في اوروبا او سواء في شرق اسيا او حتى في امريكا الجنوبية. في كل الاماكن دي التعليم بالنسبة لهم يعتبر ليه اولوية اولى، ليه اولوية اولى في كل حاجة. يا ترى انتم متفقين معايا؟ انا متأكد ان كل حد بيسمعني دلوقتي متفق معايا ان التعليم هو حجر الزاوية في تقدم الدولة في جميع المجالات، خلينا متفقين على كده. طيب دي اول حاجة. طبعا وزير التربية والتعليم صرح مبدئيا كده، قال ان شاء الله من خلال المنظومة الجديدة ديت هنقدر نكون في الصفوف الاولى من ضمن التصنيفات الدولية للتعليم. والسؤال لحضراتكم دلوقتي، يا ترى الوزير التربية والتعليم هيقدر يوصل مستوى التعليم في مصر للدرجة ديت؟ أنا أتمنى جميعا أن التعليم في مصر يوصل لدرجة كبيرة كده ويكون ليه تأثير على مستوى العالم، بل بالعكس نصدر المنظومة التعليمية لدول أفريقيا ودول العالم أجمع. نتمنى. إزاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش عارف إزاي؟ تعالوا بقى نخش على نقطة تانية بقى، اللي هو موضوعنا الأساسي، اللي هو إزاي أذاكر في ظل النظام التعليمي الجديد. تعالوا مع بعض نحط شوية نقاط هنمشي عليها في الفيديو ده وهنتكلم من خلالها مع بعض عشان بس ما تتوهش مني وما تتلخبطش. أول نقطة، إيه هو تعريفنا للنظام الجديد؟ يا ترى إيه هو النظام الجديد؟ يقصد بيه إيه النظام الجديد؟ تاني حاجة، إيه هي الأساليب اللي أقدر من خلالها أقدر أذاكر المنهج بتاعي؟ ثالث حاجة، ايه المصادر اللي انا ممكن اعتمد عليها في استقاء المعلومة؟ رابع حاجة، ازاي انا احضر نفسي للامتحان؟ ازاي انا اقدر اجهز نفسي واستعد لحل اي امتحان يقابلني؟ خامس حاجة وهي خاصة بأولياء الامور، نصيحة بسيطة من اخوكم ليكم كأولياء امور ان شاء الله في نهاية الفيديو. فيلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. تعالوا بقى نبدأ بسم الله كده ونقط تعريفنا ايه هو النظام الجديد. اي نظام تعليم مبدئيا كده بيشتمل على جوانب اساسية واركان بيعتمد عليها. اول حاجة المعلم، الطالب عندي، والمنهج اللي هو المحتوى التعليمي، وبعد كده البيئة التعليمية. تعالوا ما نشوف التعديلات او النظام الجديد عندنا في مصر وزارة التربية والتعليم قررته بيشمل تغيير او تعديل او حذف ايه. تعالوا اولا نبدأ بالمعلم. طبعا مفيش اي تغيرات للمعلم، المعلم كما هو، وده طبعا الكلام فيه كتير ملناش دعوة. طبعا الطالب، ايه التعديلات في الطالب؟ الطالب زي ما هو، بس بالعكس ما شاء الله نسب النجاح زادت السنوات الاخيرة ديت، يعني اجتهاد كبير جدا من الطلاب. ثالث حاجة عندي المحتوى او المنهج. طبعا المحتوى المنهج طبعا دي فعلا عشان نكون منصفين، المنهج تم إزالة أجزاء كبيرة منه بنعتبرها زي حشو كده، فسهلت الموضوع على الطلاب. ومع إن على الرغم من التسهيلات ديت برضو إن الطلاب ما فرقش طبعا معاها حاجة. طبعا الطالب الكسول كسول زي ما هو، والطالب الشاطر شاطر زي ما هو، بالعكس الطلبة الشطار بدأوا يهملوا ويكسلوا ويقولوا المناهج إيه قلت وخست، فإحنا بقى إيه نخس ونكسل عادي يعني. المهم رابع حاجة معانا هي البيئة التعليمية. والبيئة التعليمية تشمل طبعا الوسائط التعليمية منها التكنولوجيا، وسائل التعليمية التكنولوجيا. طبعا دخلنا في النظام الجديد اللي هو التابلت.
ده نظام جديد، التابلت اصبح مخصص بس للمراحل ثانويه عامه اولى وثانيه وثالثه ثانوي، وبدا بالتدريج حاجه اولى وبعد كده ثانيه السنه اللي بعده وثالثه يعني متوقع يبقى السنه دي. فالنظام الجديد اضاف طبعا قلنا التعديلات شملت المنهج، تم حذف اجزاء من المنهج ويعني شويه تعديلات كده في شكل الامتحان. تاني حاجه طبعا التعديلات، التعديل الاساسي بالنسبه لمرحله الثانويه العامه اللي هو التابلت بدا يخش في المنظومه التعليميه، وبالتدريج بقى هنبدا في نظام جديد ان هو يستغنوا عن الكتب المكتوبه، هيبقى الكتب كلها فين؟ في التابلت طبعا، وال يعني المذكره اساسا تكون التابلت، اي كتب هتتحمل على التابلت عن طريق موقع الوزاره، وهيتم الاستغناء عن نسبه كبيره بدون متوقع عن الكتب خالص، مش هيبقى في اي كتب في المرحله الثانويه. يبقى عندي كده تغيير في المنهج وتغيير عندي فين؟ في الجانب التكنولوجي. بالنسبه بقى لشكل الامتحانات، دخل نظام جديد في عمليه التقييم للطالب، الا وهي هيبقى في امتحانات قائمه على حاجه اسمها اوبن بوك. طبعا هتقول لي اوبن بوك ازاي والكتب كلها هتبقى على التابلت؟ يعني كفكره، يعني هو كفكره بنتعامل معاها كفكره، اوبن بوك يعني هيبقى متاح قدامك المصادر تستقي منها المعلومه والامتحان قدامك. يبقى في مصادر تاخد منها المعلومه والامتحان قدامك. طب ما يبقى كويس جدا، لا اصبر عليها بس هتفهم يعني هتفهم النقطه كامله شويه قدام كام دقيقه كده ودقيقتين. يبقى اذا شكل الامتحان او النظام بالنسبه للتقييم هيبقى اوبن بوك، طالب هيقدر يستعين بالكتاب وهو بيمتحن. تمام كده؟ غير طبعا الامتحان هيكون الكتروني على التابلت بالنسبه لمرحله الثانويه العامه، هيكون على التابلت من المرحله الاولى ولا ثانوي وثانيه ثانوي، ومتوقع طبعا هيطبقوا الموضوع ده في ثالثه ثانوي. تعالوا معايا بقى نخش على النقطه الثانيه، ازاي اقدر اذاكر في ظل النظام الجديد؟ طبعا قبل ما اقول لكم ازاي تقدر تذاكر في ظل النظام الجديد لازم اكون عارف شكل الامتحان ومواصفاته. وهنا بقى لازم اذكركم بحاجه مهمه جدا. ان الوزير صرح ان اسئله الامتحانات هتقيس الفهم وهتقيس القدرات الذهنيه والعقليه لدى الطالب. يعني ما عادش هيكون في حاجه اسمها حفظ، يعني التركيز على الحفظ زي ما كان النظام التقليدي بياكد عليه حفظ وصم، احفظ الكتاب وخش اكتب كل اللي انت حافظه هتجيب النهايه، ما عادش في تركيز على النظام ده. النظام الجديد هيركز على الفهم، ازاي انا اقدر افهم المعلومه واعبر عنها في الامتحان. طبعا وده بيبرر فكره الاوبن بوك، الناس اللي مستغربه ازاي الكتاب هيكون جنبي وانا بمتحن، معنى كده ان انا هجيب النهايه بسهوله؟ طبعا لا، ما فيش الكلام ده. طبعا الوزير قال ان لازم تكون فاهم المعلومه ومش حافظها، وبالتالي حتى لو الكتاب جنبك او اي مصدر تعليمي جنبك مش هتعرف تطلع المعلومه منه بشكل اللي هو تكون انت متاكد ان انت هتجيب النهايه في السؤال. يعني باختصار لازم تشغل دماغك. شغل دي، شغل بصر دي، شغل دي، شغلها. هنا بقى اخدكم على التصريح بتاع الوزير اللي صرح بيه بلسانه، قال حتى لو انت حافظ الكتاب صم ما عادش في حاجه اسمها 100% في الامتحان، يعني في ثانوية عامة ما عادش في حاجة اسمها 100% ولا 99.9% أو 99.5%. نرجع للمجاميع القديمة بتاعت زمان اللي كان الطب بياخد من 80% والمجاميع دي. أنا إزاي الكلام ده؟ طب مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. مشكلة، مش بقول لك كده عشان أحبطك طبعًا وتكسل وتطنش ويبقى الأمر بالنسبة لك مستحيل وخلاص كده، دام كده كده مش هجيب مجموع كويس تضرب تعليم الجزمه القديمه. لا، ما بقولش كده عشان تعمل رد فعل سلبي كده، انما بقول كده ليه؟ عشان انت لما تفكر شويه كده وتركز هتلاقي الموضوع ده بيطبق على كل الطلاب على مستوى الجمهوريه، فما ما تقلقش. يعني ايه؟ يعني التقييم من هنا ورايح هيكون على مدى قدرتك على الفهم والتعبير في الامتحان. طبعا بعض الناس بتتكلم عن ان خلاص بعد كده المناهج هتعتمد على الفهم بشكل اساسي. في برضه الشباب بعض المواد الدراسية يعني الفهم فيها بيكون نسبته مش كبيرة، يعني مثلا المواد العلمية زي مثلا في العلوم مثلا أو في الفيزياء تدرس مثلا دراسة الخلايا النباتية أو الحيوانية أو دراسة الإنسان أو جزء من جسم الإنسان، فأنت هنا لازم الفهم يكون قدامك دي أولوية أولى. إنما في مواد مثلا زي المواد الأدبية، يعني مثلا حرب أكتوبر سنة 73، فديت معلومة مش فيها فهم حفظ، يعني انني اعزل الفهم عن الحفظ دي طبعا منطقيا غلط اصلا. ولكن النظام الجديد لما يقصد ان هو التركيز بتاعه يكون على الفهم، هو بيشجعك انت كطالب ان انت تركز في الاولويه الاولى على الفهم،
يعني انا بذاكر مثلا ماده علميه وفي درس بيتكلم عن مثلا جسم الانسان وتكوين جسم الانسان وهكذا، فاني لو انا بذاكر كل النظري يكون قدامي مثلا فيديو اتفرج عليه واشوف كل البيانات العلميه اللي موجوده ايه عليه، بحيث استقبل المعلومه بجميع حواسي. ودي نقطه مهمه جدا هنتطرق اليها عشان تذاكر بشكل فعال، تمام كده. نرجع تاني للمثال اللي هو ايه، وليكن على سبيل المثال عشان اوضحك عمليه التقييم في الامتحان، وليكن انا في اللجنه عندي 50 امتحان، وقيس كده على كل طلاب جمهوريه 50 طالب، تمام كده، وب 50 امتحان، ولكن الامتحان ده من 50 درجه. من الطبيعي بقى ان انت تخش كطالب بقى في ظل النظام الجديد ده ان انت تخش ممكن ما تحل الامتحان كله وانت مش متاكد منه، وليكن الامتحان مثلا من 50 درجه وانت جبت مثلا 30 درجه، 30 من 50، تتفاجئ ان انت طالع الاول مثلا او طالع الثاني، ازاي وانا جايب 30؟ ما هو التقييم هيكون بالمقارنه باقرانك وزمايلك، مش هيبقى في اعتماد كبير على الدرجه. ارجو ان النقطه دي تكون واضحه والناس كلها تكون فاهمها، ومش تقلق ان شاء الله الامور هتبقى كويسه جدا، بس امشي على التعليمات اللي هنقولها في الفيديو دي. باختصار بقى تعالوا نحط روشته كده لاي طالب داخل مرحله جديده في المراحل التعليميه ازاي تقدر تذاكر، تمام كده؟ في النظام الجديد لما اتفقنا هو قال هعتمد على الفهم، خلاص يبقى اني هكون طالب، انا قاعد في المجموعه عندي، لو هنا باخد درس مثلا او في المدرسه او مثلا بتفرج مثلا على درس على اليوتيوب او الانترنت او ايا كان طريقه التعليم اللي انت بتتعلم بيها، اكون قاعد وكل تركيز. يعني ايه كل تركيز؟ يعني اي مصدر تشويش حواليك ابعد عنه. اي مصدر تشويش حواليك سواء من اشياء ماديه او حتى اشخاص، تمام كده؟ يكون تركيزك كامل عشان تقدر تفهم وتستوعب المعلومه. وطبعا المعادله دي كان دايما واحنا طلبه كانوا المدرس بيوضح لنا النقط ديت برضو بس بشكل مش مفصل قوي، فانا هفصلها لكم. اول حاجه افهم المعلومه كويس عن طريق التركيز، اكون مركز، واي مصدر تشويش او تشتيت ابعد عنه، يبقى اقدر افهم المعلومه كويس. ولو مش فاهم المعلومه اسال المدرس بتاعي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ومش هتكسف. ودي نقطه مهمه جدا في غايه الخطوره. اكون انا طالب قاعد وبتعب نفسي وهدفي قدامي في حاجة مش فاهمها مش هسأل عنها، ده دي مشكلة كبيرة، ما تروحش الدروس ولا تتعلم أحسن. يبقى النقطة الأولانية لازم أفهم الدرس كويس. أنا فهمت الدرس، تيجي على الدور المهم جدا، أروح البيت بقى أذاكر الدرس بنفس الفهم اللي فهمته وأذاكره بطريقة فعالة، أذاكره بالورقة والقلم. إن هو المذاكرة الشفوية ديت لأ. يعني مثلا أنا روحت تمام، خدت الدرس، أبدأ مثلا عندي أبدأ أمسك الدرس واحدة واحدة، اذاكر نقطة معينة، وليكن احنا كلغة انجليزية اخدنا زمن بريزنت سمبل، فابدا اذاكر المضارع البسيط ده وابدا اشوف استخدامه، افهمه بقى كويس، افهم كل نقطة، افهم المضارع البسيط كويس، كل نقطة افهمها كويس، بمعنى يعني مثلا كلغة انجليزية وطبق الكلام ده في كل المواد. انا خدت البريزنت سمبل وخدنا ان استخدامه بيعبر عن فاكتس حقائق وبيعبر عن هابتس عادات، وخدنا التكوين بتاعه بيتكون من الفيرست فورم اوف ذا فيرب اللي هو التصريف الاول للفعل، باي ادينج ممكن اضيف له الشكل الثاني بتاعه اس او اي اس او اي اس. طبعا الشخص الحافظ هيحفظه بالشكل ده، التصريف الاول للفعل والتصريف الاول للفعل باضافه اس او اس وعلى كده. طب انت عرفت التصريف الاول ده مع ايه؟ فهمت المدرس يعني، والتصريف اللي هو اخره اس ده بيجي مع ايه، والاي اس ديت امتى بتيجي، ولاقي افهم بقى التفاصيل بقى. وحفظ الزمن تكوين الزمن لا يقل عن معرفه استخدامه. فمن هنا ورايح اي طالب يتعلم من المرحله الابتدائيه للثانويه لازم يكون عارف استخدام الزمن بشكل اساسي. مش زمان كانوا بيحفظوا الطالب بيصم المعلومه اهم حاجه التكوين والكلمات الداله والكلام ده، لازم اكون فاهم استخدام الزمن عشان بعد كده ان شاء الله لما تخلص ثانويه عامه وتخش الكليه وتنخرط الحاله العمليه وتبدا تتواصل مع الناس او باللغه الانجليزيه في اي مكان في العالم، استخدام ده غصب عنك هتعرفه يعني. فاذا بقول لك من دلوقتي، يبقى اذا اروح البيت اذاكر بالورقه والقلم، المعلومه تمر على عيني، اتكلم، اسمعها، ايديا شغاله، كل جوارحي شغاله، ولكن في معلومه في فيديو توضيحي ليها، اتفرج على الفيديو، ويبقى كده انا ايه؟ طبقت ذاكره فعال، يبقى فاهم؟ روحت ذاكرت المعلومه تمام التمام كويس، تمام كده؟ طيب ابدا بقى خلاص ذاكرت، ابدا ايه؟ احل عن المعلومه. احل سؤال 2 3 10 على قد ما اقدر. تمام؟ وابدا احل امتحان انسين، وابدا اشوف بقى الامتحان انسين يعني ايه؟ وادور على اسئله اللي فيها تفكير نقدي واسئله ايه؟ ودي طبعا المدرس هيساعدك فيها، وطبعا في مصادر تعليميه هنقولها دلوقتي مع بعض هتساعدك فيها. يبقى انا كده احل بنفسي اسئله محلوله قبل كده، وطبعا انسين ابدا احل امتحان مش شفته قبل كده، يعني اسئله جديده. وهتقول لي طب ما انا بحل وفي اسئله صعبه بتقف معايا، مش مره ده 100 مره، اقول لك عادي مفيش مشكله، كل سؤال انت غلطت فيه عرفت حله وخلاص، زدت خبره، زدت معرفه بالسؤال ده. فالنقطه ديت مش تقري نفسك بيها ولا تيأس، لان ده طبيعي مع اي حد، تمام كده؟ خامس حاجه معايا اللي هو ايه؟
المراجعه، اراجع بشكل كبير. يعني انا خدت المعلومه النهارده وروحت طبقتها تمام التمام، والاربع خطوات اللي احنا قلناهم اللي هو تفهم، تروح تذاكر وتحل عن الموضوع ده، وتدي نفسك امتحان انسين، وجيت الخطوه الخامسه دي مش طبقتها. يعني خدت الدرس النهارده، بعدها بشهر رحت مراجع الدرس اللي انا خدته من شهر فات. لا غلط، لازم يكون في جدول مراجعه اسبوعي اراجع المعلومه اللي انا خدتها. والمراجعه دي تعتبر اهم من المذاكره نفسها. يعني مش ينفع اخد المعلومه خدتها النهارده ولا ومش حاطط لها جدول مراجعه، هراجعها بعد يومين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، لان المعلومات تراكميه، وخاصه انت بتاخد امتحان بعدها ثلاث شهور، امتحان الترم الاول او امتحان الترم الثاني برضه بعدها ثلاث شهور او اربع شهور. ولو انت في ثالثه ثانوي الامتحان بيكون بعدها ب 9 ل 10 شهور، فالمعلومه بتركن 10 شهور. طبعا ده غلط جدا في حتى في علم النفس. النقطه اللي لو انت عزلت شيء او اهملت شيء، الشيء ده هيهملك، فمش مش هتفتكره خالص. فلازم يكون في مراجعه. المراجعه يا شباب مهمه جدا 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 جدا، نقطه مهمه جدا. يبقى اذا المعادله بتاعتنا واضحه، نفذ الخطوات ديت ان شاء الله، وهتلاقي الذاكره في النظام الجديد سهله وبسيطه جدا، ومش هتشيل هم اي حاجه ان شاء الله. تعالوا بقى معايا ننتقل للنقطه الثالثه، الا وهي مصادر المذاكره. يا ترى هذاكر منين؟ بصوا المصادر كتير. طبعا المصدر الاولاني المباشر اللي غنى عنه هو المعلم. معلم سواء طبعا فيس تو فيس، وده يفضل في جميع الانظمه التعليميه على مستوى العالم يكون التواصل ما بين المعلم فيس تو فيس، يكون في يعني مشاركه للمعلم، تمام؟ ودي ليها فوائد كتير مش في مجال دلوقتي ان احنا نذكرها. تاني حاجه المصدر الثاني اللي هو طبعا كتاب المدرسه، لو في طبعا بالنسبه لي طبعا المراحل الابتدائيه والاعدادي، وبالنسبه للثانوي لو في طبعا كتب مطبوعه فممكن تستعين بيها، او عن طريق التابلت اللي عليه طبعا الكتب المدرسيه والمواد التعليميه بتاعتك في جميع المواد. وطبعا لا شك ان الوزاره عملت موقع جميل جدا جدا جدا، يعني يحسب لها، اللي هو المنصه التعليميه اللي هو بنك المعرفه، في جميع التخصصات جميع المواد، وفي فيديوهات مدعمه برضو عشان تخلي الطالب يفهم المعلومه بشكل كامل. نقطه مهمه طبعا. يبقى اذا المعلم مصدر مهم من مصادر التعلم، عندي كتاب المدرسه او التابلت، عندي بنك المعرفه او المنصه التعليميه، دول ثلاث مصادر اساسيه. طبعا غير طبعا الكتب الخارجيه المتاحه في الاسواق، يعني في كتب كتير كويسه في السوق المصري ممكن تستعين بيه كثير. هنا نصيحه بقى مهمه جدا، يعني لما اجي مثلا اعتمد، لو انا هعتمد على اللي بعتمد عليه بشكل اساسي، طبعا مش كل شخص او كل طالب عنده طبعا نت متوفر عنده النت بشكل سريع، وبالتالي ولا كل طالب ممكن يوصل للمدرس بشكل سهل، يعني في ظل الظروف ديت وخاصه غلاء السناتر والكلام. طبعا نتمنى تكون المدارس طبعا متطوره ومؤهله، وكل طلبه تروح المدارس، والمدارس تكون محببه للطالب، ونامل من الوزير يشتغل على النقطه ديت بشكل كبير. تمام، نرجع لنقطه تاني اللي هو ايه؟ الكتاب الخارجي. احاول وانا بشتري مثلا كتاب خارجي من المكتبات بره، يكون كتاب الشرح بتاعي كتاب واحد، يعني اختار كتاب اذاكر منه وافهم منه معلوماتي كتاب واحد، مش اشتت نفسي، مش اجيب كذا ملخص او كذا كتاب واخد من هنا اقرا معلومه هنا وهنا، لا اشتري كتاب واكون متاكد عن طريق طبعا استشاره واحد حد فاهم، المعلم مثلا، اقول كتاب كويس يكون فاهم اذاكر منه المعلومه، مش اشتري كذا كتاب اذاكر منه المعلومه، لان يعني دي نقطه بيقع فيها طلبه كتير، بيضيعوا وقت على الفاضي ومش بحصل حاجه. فمذاكره المعلومه تكون من مصدر واحد، ولكن لما اجي احل بقى عادي تعدد المصادر بقى، من كتاب مثلا، كتاب تاني، ثلاث كتب، ايا كان، طالما الوقت متاح قدامك حل كتير، حل كتير قوي قوي، وده طبعا هياكد عندك فكره الفهم، واللي هي الفكره اللي هي النظام قائم عليها. تمام كده، دي بالنسبه للمصادر التعليميه اللي تعتمد عليها. بالنسبه بقى للنقطه الرابعه، ازاي استعين للامتحان. طبعا لو احنا رجعنا الفيديو لورا وشفنا طريقه المذاكره الفعاله، وطبعا اعتمدنا على المصادر وخدتوا بالكم من التعليمات والتيبس النصائح اللي انا قلتها في خلال الفيديو ديت، ان شاء الله هتكون مستعد. طبعا استعدادي للامتحان بيبدا من اول يوم ببدا اخد فيه اول درس في المنهج، ده انت كده بتستعد للامتحان. ولكن في فرق بين المذاكره الصحيحه والمذاكره طبعا اللي بتضيع وقتك على الفاضي ومش فعاله بالمره. نصيحه لاولياء الامور، انا بنصحكم كاخ صغير ليكم، بالنسبه لابنائكم في المراحل التعليميه او بخاصه في المراحل الابتدائيه، بيكون ولي الامر ليه دور كبير جدا مساعد لابنه او بنته. هو مثلا خد الدرس عند المدرس بتاعه في المدرسه او في الدرس ورجع البيت، المفترض زي ما اتفقنا هيذاكر ويحل الواجب بتاعه وهيعمل تمارين والكلام ده، بيبقى محتاج ولي الامر معاه، ويكون ولي الامر يعني فاهم المعلومه اللي الطالب بياخدها وعلى اطلاع بيها، مش يقول هو راح الدرس وجه هو اعتمد على نفسه، لا، في المرحله الابتدائيه بالذات.
لما عدى المرحله الابتدائيه خلاص انت في حريه بقى ان انت تسيبه في اعدادي، بيكون طبعا خد الاساسيات في المراحل الابتدائيه خلال مثلا الست سنين او الثمان سنين اللي هو راح الحضانه او الكي جي 1 كي جي 2، فانت حريه هتسيبه في اعدادي. طبعا في اعدادي هترتاح جدا، فاذا انصحكم ان انتوا تتعاملوا مع اولادكم في المرحله الابتدائيه بشكل كبير. دي اول حاجه مهمه جدا، المدرس في المرحله دي مش بيكون كافي، ودي الطبيعي لان الولد بيكون يعني قدراته الذهنيه على قده ومحتاج حد يساعده، ودي نقطه مهمه جدا لازم كاولياء امور نطبقها ونعملها. حتى انا شخصيا بنصح اي حد بيسالني كاولياء امر يعني ان هو يعملها ولا ييأس، ولكن لان ده هيريحه قدام زي ما اتفقنا. تاني حاجه، عايز اولياء الامور تكون يعني مش قويه وشديده مع اولادهم في عمليه التقييم المدرسي، يعني مثلا انا لازم كاولياء امر بيتكلم يقول انا لازم ابني يجيب النهايه في كل المواد، تمام؟ فدي نقطه طبعا كفكره غلط. ليه؟ لان انا ابني بحدد مستواه او تقييمي ليه مش على زي ما اتفقنا في النظام الجديد مش درجته، لا على درجه فهمه للماده. ادام هو فاهم الماده ويقدر يتعامل مع الماده ويقدر يبدا يثبت قدراته الذهنيه في الماده، ويقدر مثلا لو قلت له اشرح الحاجه الفلانيه اللي انا شرحتها ويقدر هو يشرحها لك بنفسه ويتجاوب مع المدرس بتاعه وهكذا، خلاص هو كده الحمد لله تقييمي ليه كويس. انما لازم يقفل كل المواد في المدرسه، لان في طلبه احيانا بيكون ميلها او هدفها تخصص معين، ولكن انا تخصصي نفس الطفل يخش مثلا كليه الطب، فبركز معاه على المواد العلميه اللي هي الايه العلوم مركز. طب لو هو جاب درجه وحشه في الدراسات او جاب درجه وحشه في المواد الادبيه جغرافيا او كذا، مش اعاقبه الا بقى لو طبعا في الشهادات في الشهاده، تمام كده. فاذا في مش احاول ارهب الطالب واخوفه من المذاكره بحيث نولد عنده حاله من النفور سواء منك او من المدرس او من الماده ككل، وهنا تبقى الطامه الكبرى. طبعا انا سعيد جدا ان انا بتكلم مع حضراتكم مفضفض شويه كده بشويه معلومات. انا طبعا يعني قعدت على مدار كام يوم كده اجمع من كذا مصدر معلومات عشان اوصلها لحضراتكم. اتمنى يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وما تبخلوش طبعا على اي حد بيسال عن اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا فيها دي ان انت تشير معاه الفيديو ويتفرج على الفيديو بتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.